السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا تعطلت عليكم في الفيديو هاد المده اللي فايته، ولكن لظروف خارجه عن الاراده ديالي، وان شاء الله انا غادي نرجع لكم بالفيديو كما كنت كندير من قبل، وغادي يكون احسن ان شاء الله. شفتوا في البدايه ديال لا فيديو، حنا كنا في واحد لافوند بريفي، كانوا منظمينها في هذيك الغرفه ديال الصناعه والتجاره اللي كاينه في شارع الحسن الثاني بمدينه اكادير. وكانوا اجواء جد رائعه صراحه في هاد لافوند، وكانوا لي بري ديال لي ستوند رائعين، ولي ستوند كانوا اروع. بالنسبه لهنايا انا كنشارك معكم هاد ستوند ديال هاد المحل اللي كاين في السلام، ان شاء الله انا جميع المعلومات غنخليهم لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد السيد كيبيع لي بيجو كما كتشوفوا، عنده ديسبا، عنده هذا السيكان، عنده بزاف ديال الحوايج ومسائله صراحه جد رائعه. اخترت انني نشارك معكم. المهم غادي نخليكم النمره ديالو والعنوان في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم هو كاين في السلام. وهنايا جيت للستوند ديال مريم بيصا، غنيه عن التعريف، هي عندها السونتر ديال التجميل الاستيتيك ولاكواف، وعندها صالون في بجوجهم كيتواجدوا في البطوار. بالنسبه لهنايا كاينه هي والنقافه الزعيم في هاد ستوند، الشفار ديالها جد رائعين، عندها لوشوا فيهم بزاف، نوامر بزاف ورائعين، وكانت دايره فيهم تخفيض، بدل 200 درهم دايره لهم 100 درهم فقط. هنا جيت لواحد ستوند اخر ديال واحد السيده، صراحه حتى هي اخلاقا التعامل جد رائع. هنايا عندها كتفصل بحال هكا الحوايج ديال النساء، قوامج، قساوي طوال وكل شيء. حتى هي ان شاء الله غادي نخلي لكم المعلومات ديالها في صندوق الوصف، علام ما عقلت كاينه في انزكان. بالنسبه لهاد ستوند كيما شفتوا العنوان، كاين عندهم دي برودوي بيو، زيوت، قماش ديال الوجه، عندهم كلشي تقريبا مع الورد. هذا عندهم دي بوكس بالنسبه لشي واحد غيبغي دي بوكس كادو ولا شي حاجه. صراحه مسائلهم حتى هما رائعين، غادي نخلي لكم معلوماتهم ان شاء الله كما وعدتكم، نخلي لكم جميع المعلومات.
خلونا في البيو، مزلنا حنا في البيو، كاين واحد ستوند اخر حتى هو جميع دي برودوي ديالهم بيو، كاين عندهم لي جيل انتيم، عندهم دي صابون رائعين، وعندهم هاد المعطرات كما كتشوفوا الشكل الاشكال ديالهم كيحمقوا زويونين، والرائحه رائعه جدا. تحطوهم في لي بلاكار ولا في هذا، حتى هما غادي نخلي لكم المعلومات ديالهم، عندي لا كارت فيزيت ديالهم، غنخلي لكم المعلومات ديالهم. عندهم زيوت، دي غوماج، دي كريم، يعني عندهم بزاف ديال المسائل، الطين الخضر والطين الابيض، يعني عندهم تقريبا كلشي، وحتى جيل. وهنايا جينا الاكل، الماكله هنايا كانت حاطه واحد لاباتيسري تما، حتى هي لي شونتيو ديال الاكل ديالهم، لي سواغي والحلوى جد رائعه، حتى هما نخلي لكم المعلومات ديالهم. وهنايا اللحظه اللي وصلت فيها ابتسام باطمه، الاخت ديال دنيا باطمه، هنايا في الدخله، للاسف للاسف ما كنتش رديت البال وما صورتش مزيان، كنت ما شاداش التليفون مزيان باش نصور، ولكن راه غير في البدايه، من بعد راه غادي تبان لكم الصوره كما كتشوفوا هنا. اللحظه فاش وصلت كما قلت لكم ابتسام باطمه، صراحه هنا في الاستقبال ديالها وكل شيء، هنايا غادي نخلي لكم الموسيقى وكل شيء باش تشوفوا الاجواء ديال الدقيقيه كيفاش كانوا في الدخله. بالنسبه لواحد المعلومه غنذكرها لكم ديال النقافه الزعيم، انا ما خديتش لا كارت فيزيت ديالها، ولكن راه اللي بغى المعلومات ديالها ولا هذا، راه النمره يعني المعلومات ديالها كلهم غادي تلقاهم في السونتر ديال مريم بيصا، لانها كتكون معاها وكيخدموا اونصومبل، يعني غادي تلقاو المعلومات تما الا بغيتوا النمره ديالها. الصراحه صراحه عندها داكشي طوب، يعني تنقاف ملكي 100%، عجبني ديال داكشي ديالها بزاف، ومتواضعه والتعامل رائع. الصور ديال ستار اكاديمي معروف، يعني التعريف غنخلي لكم معلومات عليه في صندوق الوصف، النمره ديالو والانستغرام ديالو باش تواصلوا معاه. انا كنتقضى عنده بزاف لان مسائله رائعه وعنده الاوريجينال وتعامله ما شاء الله جد راقي، وكينصحكم بالشيء الزين. وهون كنشارك معكم بعض الصور عامه من لافوند بريفي. كان دخول هاد لافوند غراتويت، وكانوا لي طومبولا. كنتمنى اللي تفرج في هاد لا فيديو يدعمني بلايك، وكتبوا ليا نوع لي فيديو اللي تبغوا نشاركو معكم ان شاء الله. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجابكم واستمتعتوا معايا فيه، واللي منكم عجبو شي حاجه ينزل لصندوق الوصف غادي يلقى المعلومات كل
وغنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو لاحق اروع من هذا الفيديو اللي حطيت لكم اليوم. الى اللقاء.